السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زهور برجاوي رئيسة جمعية الانطلاق للتضامن والتنمية مكناس. اليوم حنا خارجين باش نديرو تعبئة على هاد الناس هادو على هاد الوباء الفتاك، هاد الفيروس القاتل اللي هو في جميع الدول ماشي غير في الدولة ديالنا. واليوم حنا كمغاربة وحنا كجمعيات حنا خارجين جنود متجندين وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومنمر الوطن ديالنا كامل كنطلبوا من الناس باش يلتزموا في الديور ديالهم ويجلسوا هما وليداتهم. وهاد العطله اللي قبضوا لهاد الوليدات راه ماشي عطله ولا شي حاجه، هادي راه قبضوها على حسب المرض، ما يخليوش الوليدات خارج من الزنقه. وهاد الاولاد اللي هما في سن الرشد وتيخرجوا لبرا يعرفوا بلي راسهم غادي يدخلوا الميكروب لوالديهم والفيروس لوالديهم ولهاد الناس الكبار والوليدات الصغار، راه خاصنا كلشي يدخل ويلتزم المحلات ديالو. وكنشكروا السلطات كاملة ديال الأمن وإدارة الصحة ورؤساء المقاطعات وهذا ديال المقدمين كاملين من أعوان السلطة، وتنشكروا الجمعيات وتنشكروا جميع الناس خاصهم يلبيو لنا هذا الطلب ويدخلوا. واحد الوقت صغير ماشي كبير، وإن شاء الله غادي يحيد علينا الله هذا الوباء كامل، وكنتمناو الصحة للجميع ويهز علينا الله هذا الوباء. وعاش الملك، عاش محمد السادس نصره الله وأيده، وعاش الوطن كامل بإذنه. الله يشافي جميع المسلمين من كل جهة. كنطلبوا صدر في شفاء جميع المسلمين.